تشوفوا دوزيام جور تاع العيد، انا مرميين برا، خرجونا ملوتر. بعد أن وجدوا أنفسهم بعيدين عن عائلاتهم خلال الشهر الفضيل، حل عليهم عيد الفطر المبارك أيضاً في ظروف استثنائية. مئات الجزائريين العالقين هنا في اسطنبول ورغم بعد المسافات صنعوا لأنفسهم عيداً غير مختلف عن عيد الوطن لولا الغربة. الله أكبر. بعد شهرين ونص من التعب في تركيا، والتعب موش تعب، يعني تعبنا من الأكل ولا من حاجة أخرى، الرزق على الله. تعبنا ما شفناش والدينا، ما شفنا أمهاتنا، ما شفناش ولادنا. الحمد لله رانا مع رجال هنايا وقايمين علينا ولعلنا السكول. عدنا طالب واحد ووحيد، ألا وهو عملية الإجلاء في أقرب وقت ممكن. فوتنا رمضان مهما كان الحال، والحمد لله وزدنا عيدنا بعيد على دارنا وعلى ولادنا. ومع كل هذا نقول الحمد لله، ولكن الآن والله ما كاش كلام اللي يعبر عن الوضعية اللي رانا فيها، واللي نقدر نشرح لكم واش هو الإحساس تاعنا. عندي ربع أولاد والله العظيم ديفوا يعيطوا لي والله ما ننزع عليهم، الظروف دفعت بهم إلى خلق علاقة أسرية متلاحمة. اجتمعوا فرادى وجماعات، نساء ورجالا رافعين من معنويات بعضهم البعض، لتلد الأزمة همة. لنداء استغاثة، نحن الجزائريون العالقون في تركيا، نحن في وضع مأساوي، جد مأساوي. رمضان عقبنا هنا، العيد احنا قاعدين نعقبوا فيه. سي بون، دوك لا حياة لمن تنادي، رحم في الأرض يرحمكم في السماء. نكونوا مع ولادنا مع لا فامي تاعنا. تمر أيام العالقين هنا بتركيا كبقية العالقين في مختلف دول العالم بانتظار وشوق حار إلى موعد إجلائهم نحو الوطن الذي قد يتحدد خلال الأيام القليلة القادمة. ماذا بينا ديرونا الإجلاء، تحبطونا للجزائر كاع كيما رانا.